السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة حجة أفلوك. بما أن رمضان الشهر المبارك الكريم على الأبواب، جيتكم بتدبيرة مفيدة جدا جدا، وهي كيفية أنك تتخبي ولا تكونجولي المعدنوس في الساشيات الكونجيلاسيون. كلنا نعرف باللي المعدنوس يغلى في شهر رمضان، ومرات نحوسوا عليه وما نلقاوش، حتى المطالبات عليه كبيره، الناس تشريه ياسر، مرات نحوسوا على المعدنوس وما نلقاوش. اذا جيتكم انا بهذه التدبيره، المعدنوس راح يبقى لكم مده شهر رمضان كامل. شريت كميه لاباس بها من المعدنوس ونظفتها جيدا وشيحتها من الماء باش ما يتغيرش اللون نتاعو ويبقى طازج، وقطعتها ورايحه نحطها في الكونجيلاتور بحيث تبقى لي مدة طويلة أو مدة شهر رمضان كامل إن شاء الله. إن شاء الله نصومه هذا الشهر بالصحة والهنا، آمين يا رب العالمين. إذا والآن هاكم معايا في طريقة كيفاش نكونجولي أو نخبي المعدنوس في الساشيات نتاع الكونجيلاسيون في الفرشيدار، في المجمل عفوا. بعد ما قطعنا المعدنوس انا وعمتي راح نوريكم الدقة الماعة اللي شريناها من رمضان. احنا عندنا الماعة بصح حنايا نحبوا نستقبلوا رمضان حاجة جديدة، نحبوا نشرو حاجة جديدة رمضان للفعل نستقبلوه بأحرية. وهنايا شرينا هذا ميزة بحرية ولا بحرارة؟ بحرارة. ايه نستقبلوا رمضان بحاجة جديدة ونفرحوا به. ايه باش نصوموه ان شاء الله بالصحة، باش نصوموه ان شاء الله بالصحة تعيشي. هنا يا سيدينا لي زاسيات، هذه سوبيره، هذه سوبيير، لي سوبيير سوبيير، نحطوا فيها الشوربه هايليك جايه في النواغ. هذه المره غيرنا شويه، قلنا نشوف النواغ، هذه المره غيرنا شويه، شرينا في النواغ وفي البلون. وهنايا عندنا هذه، واش ديري فيها السوبيير هذه؟ واش طيب حطيتي؟ نديروا فيها الشوربه فريك ولا حريره ولا لاسو ولا لاسو، اي حاجه. هنايا شرينا هذوما لي بول في البلون، خاطر عندنا لي زاسيات في النواغ. هذو هما بزاف ملاح. وثاني عندنا هنايا كيما قلت لكم لي زاسيات في النوار. وهنايا عندنا لي زاسيات على شكل ورقة، وعلى شكل ورقه نحطوا فيهم لي هادو، نحطوا فيهم واش يسموهم لي فخوي ولا اي حاجه، ولا زيتون ولا زيتون ولا هنا نحطوا لا سالاد دي فخوي ولا اي حاجه. المهم حاجه جديده، حاجه جديده ونظيفه ومليحه، تفرح ومليحه وتفرح الطابله نتاعنا. هنايا هذه هي الطنجره، نحطوا فيها بالك كاش، نديروا كاش طاجين ولا جواز، ولا جواز ولا دجاج محمر. وهنايا هذه درنا هل اللحم الحلو بزاف هايله. شو اسمها هذه؟ طنجره صغيره، طنجره صغيره. واش رايحين نطيبوا فيها هذه؟ وهذه راح نطيبوا فيها اللحم الحلو. وهنايا لقينا هذو لي شوط، لقينا غير ربعه من اللي هما ملاح كاع الناس داوهم. كيفاش كذا؟ من اللي كي هما ملاح كاع الناس داوهم، لقينا غير ربعه. نزيدو نرجعو نكملو، نزيدو نرجعو ونكملو. هادو هما لي شوط هنايا في الغرفه. هاد لي كويار ملاح ثاني، هادو هما لي كويار. شوفوا شوفوا شحال ملاح، تاكلوا بهم اي حاجه يعني فلان ولا لا شوربه، شوربه برك. المهم لا كاليتي، شوفي لا كاليتي، مو مجين كبار، جايين كبار وملاح. لا مو مجين كبار، جايين متحوفين ملاح، خير من هذا، خير من هذا،
خير من هذا، خير من هذا، هذو احسن جيد. متحوفين ويعني ملاح. وش راي هذ هما الماء نتاع رمضان ولا زيدوا شويه؟ الماء ها نزيدوا فيها خير. واش نزيدوا؟ واش في بالك نزيدوا؟ نخرج كي نخرج نزيدوا طاس بلاك نديروا فيه الجو ها ولا نزيدوا نزيدوا يعني هكا طاس ولا يعني هكا طاس احسن. واش تقولي للناس بمناسبه شهر رمضان؟ الناس بمناسبه شهر رمضان نقول لهم ان شاء الله تصوموا بصحه ولهنا، ونصوموا انا وعمتي وكاع الناس تصوموا ان شاء الله. باباك ويماك والناس كامل المسلمين وعمامك وعمامك وخوالك وخالاتك وكل مسلم ومسلمات ان شاء الله. قولي ان شاء الله يكون شهر مبارك على الامه، ان شاء الله يكون شهر مبارك على الامه الاسلاميه الاسلاميه في كل مكان في كل مكان، ويكون شهر ان شاء الله خير وبركه ان شاء الله خير وبركه، وربي يفرح كل الناس به ان شاء الله، وربي يفرح كل الناس، وربي يعطيكم الصحه باش تصوموا رمضان.